مراوحة مستمرة في عرسال بعد أيام على خطف حسين كامل جعفر ومواطنين في البلدة البقاعية. اجتماعات واتصالات أبرزها في منزل محمد خالد الحجيري للتشاور في وقت بحثت عشيرة آل جعفر حركة المساعي الهادفة لإطلاق ابنها حسين. مفتي بعلبك الهرمل الشيخ أيمن الرفاعي توقع للمستقبل حصول تطورات إيجابية تتمثل بالإفراج عن المخطوفين من أبناء عرسال خلال ساعات، وهم حسين رايد ومحمد الحجيري ومحمد رايد ونمر الفليتي. أهالي المنطقة من عائلات مختلفة غير آل جعفر اليوم تحركوا في زيارة لهم اليوم بعرسان، في مساعي إن شاء الله لتقريب وجهات النظر ولحل هال الإشكالية، وبتنتهى إن شاء الله قريبا. اللي حاب أقوله اليوم إنه نحن بنتمنى انه حسين يرجع على بيته، إذا بدهم يعملوا بادرة حسنية بيطلقوا جميع المحتجزين عندهم، والطريق في له حرمة، الناس بتروح وبتيجي، ما حدا له فضل على الثاني انه يمرق على الطريق، منو عم يمرق عندي بأرض بيتي بداري، عم يمرق على الطريق. وجهاء عرسال استغربوا استمرار عمليات خطف أبنائهم، مؤكدين أن لا علاقة لهم بعملية خطف حسين جعفر، لا من قريب ولا من بعيد. والدة المخطوف حسين رايد التي رفضت الحديث إلى الكاميرا تمنت أن ينتهي مسلسل الخطف المتبادل بين أبناء المنطقة الواحدة. أما والد المخطوف نمر الفليتي فحذر من فتنة تحضر في البقاع الشمالي. جعفر أهلنا وأحبابنا وأصحابنا وأخواتنا، وبدنا نعيش نحن وياهم سوي، وبدنا نموت نحن وياهم سوي، هك حكم علينا الجغرافي. صرت بعت 20 مشوار، يا أخي قول لي لقرايبينك شو بدهم من ابنها، أنا أعطيه لأقول لهم لبنهم يجوا إذا بدهم عيوني لأعطيهم إياه. هلا كانت الاوضاع بالضيعه متوتره، هلا رواق، كيف ما في شغل. هلا ان شاء الله يكون هذا بدر خير، هلا اتصلوا الخطفين اللي بدهم فديه، وان شاء الله يكون هذا بدر خير. اتصال الخاطفين بذوي حسين كامل جعفر اطفى نوعا من الايجابيه في الاجواء، لكن الترقب ظل مسيطرا في كل مكان. بين خطف حسين كامل جعفر وخطف مواطنين من عرسال الوضع لا يزال على حاله بانتظار استكمال حركة المشاورات والاتصالات الحثيثة التي انطلقت قبل أيام. من عرسال، سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل.